مساء الخير. بداية جولتنا على أسواق اليوم مع أزمة دويتشي بانك المستمرة. هالأمر أدى لتراجع ثقة المستثمرين بالوضع المالي لدويتشي بانك، وبالتالي لانخفاض قياسي بأسهم البنك بنسبة 8% بساعات التداول المبكرة أمس، وهذه المرة الأولى يلي بيوصل السهم ل 10 يورو. هالحدث كان له تأثير كبير على جميع الأسواق المالية أمس، بداية مع الأسهم الأمريكية، ومؤشر داو جونز انخفض بنسبة 1.1%، مؤشر S&P 500 مثل ناسداك انخفض بنسبة 0.9%. انخفاض أسهم دويتشي بانك أثر على أسهم المصارف بجميع أنحاء أوروبا أيضا، فعلى سبيل المثال أسهم كوميرس بانك شهدت انخفاض بنسبة 5%، والأمر مماثل بالنسبة للمصارف الإيطالية الفرنسية والسويسرية يلي شهدت أسهمهم انخفاض بنفس النسبة تقريبا. الوضع مشابه بالنسبة لباركليز وآر بي إس يلي تلقت أسهمهم انخفاض بأكثر من 4% ببداية ساعات التداول بلندن. السوق الآسيوية كان لها حصة من هالخسائر، فمؤشر نيكي 225 سكر بنسبة منخفضة ب 1.5%. ومننتقل لمصر يلي عم تعقد اتفاق مع شركة النفط الإيطالية العملاقة إني حول استراتيجية مشتركة لإقامة مشاريع معنية بالطاقة المتجددة بمصر. المشروع الأول حيكون محطة للطاقة الشمسية بسيناء عند قدرة إنتاج 50 ميجا وات كحد أقصى. هالمشروع هو جزء من خطة إني لزيادة الطاقة الصديقة للبيئة، بالإضافة لتوليد 420 ميجا وات من الطاقة الشمسية. هذا كان كل شيء لليوم، بشوفكم نهار التنين.